لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الانفجار الثاني والثالث يا ساتر يا الله وخروا من الزجاج وخروا وخروا من الزجاج يا ساتر يا الله قصة التحالف على بيت علي عبد الله صالح الكومي مباشر ضربتين شوف شوف قلت لك اسمع بشكل عنيف ها لا لا قال انقصف المخازن المخازن هذا النار بيطلع معلمي بيصور مباشر وعلى الهواء بيصور ضربه اللواء الصواريخ ضربت ثلاث مواقع بطائر مباغتة فجروا ثلاث مخازن في لواء الصواريخ الآن النار تطلع هذا أحد التصوير هذا المستشفى عتق الجديد هذا الضربة الثانية للمستشفى